أشغال الدورة الثالثة عشر من الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي التي سجلت عودة قوية للجزائر بعد غياب مقنع استمر ثلاث سنوات. بهذه المناسبة ظفرت اليوم الجزائر بمنصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد بعد أن اضطر المرشح المغربي للانسحاب عندما لاحظ بأن أعضاء المجلس التنفيذي يستعدون لتزكية المرشح الجزائري. بالإضافة إلى هذا حافظت الجزائر على عضويتها في المجلس التنفيذي، كما أنها ظفرت بالعضوية في ثلاث لجان مهمة، هي اللجنة التقنية والتكوين، اللجنة المالية والقانونية، ولجنة الإذاعة، إلى جانب أن نجحت الجزائر في الحفاظ على أن يبقى مركز التبادل تبادل الأخبار للاتحاد في الجزائر مع إدارة جزائرية. هذا المركز الذي أهدت مبناه الدولة الجزائرية للاتحاد، وهو ما دفع بأعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء الجمعية العامة إلى إصدار تنويه تاريخي غير مسبوق للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ما يبذله من مجهودات لتنمية القارة الإفريقية، وعلى ما يبذله دعما للاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي.